السلام عليكم ناس الجياسكا هذه الصوره خيرتها باه نقول لكم هيبه الشبيبه تبدا من هنا لايك على الفيديو ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق ودوك تشوفوا فرحه ياريشان وفرحه اللاعبين فرحه رائعه جدا بينت لنا باللي كاينه روح وكاينه ربما مشروع لاعب تاع شبيبه في كاس افريقيا ان شاء الله يا رب العالمين لايك على الفيديو ابوني في القناه هذه الصوره تعبر عن كل شيء هاي فرحه ياريشان صوره رائعه جماعه تبدل تمد هيبة الشباب قبائل واش رايكم جماعة شوفوا هذه ثاني ايضا والله مدت هيبه الشباب قبائل الحمد لله على هذا الفوز شاهدوا فرحه يعني الكل فرحان هيبه كبيره يعني صدقوني باللي حاجه مليحه يعني صوره تمد باللي انه الزعيم قادم باذن الله شوفوا هذه الفرحه تاع اللاعبين ايضا فرحه جميله فرحه تعبر عن انه الروح تاع قبائل رجعت ان شاء الله فرحه تعبر عن لحمة اللاعبين فرحة تعبر عن أنه الديكليك أتى لن نرجع إلى الوراء إن شاء الله ربما هذا الفوز راح يعطينا طمع وراح يعطينا طموح أكبر وربما فكرة أخرى عن اللاعبين شاهدوا الروح شاهدوا بنزادي ليمه بواطرة إن شاء الله بتسجيل وطارة راح هذا اللاعب راهو 23 سنة فقط وان شاء الله مازال المشوار تاعو طويل اللي يكون ايجابي ان شاء الله شاهدوا سيدي صالح والبنزادي بنزادي يجمع لايك على لا زادي والله فرحة من قلبه هذا الذي لا يحبه انصار شبيبة القبائل ديروا له لايك يا جماعه بنقولوا انه الشبيبه لهمه واحده والحمد لله على هذا الفوز فرحه كبيره من اللاعبين فرحه تعبر عن كل شيء هذه هي ان شاء الله يا رب العالمين هذا الفوز يخلينا نذهب بعيدا في مشوار كاس افريقيا وايضا في البطوله وان شاء الله مع هذا الفوز عمراني ما تخافوش يا جماعه الشبيبه راح ترجع بقوه ان شاء الله والحمد لله هذا الفوز يبين كلش ولي كومونتير راهم ربما كاين اللي قاعد يقول لك الفريق ضعيف تاع ولكن ربما عزيمه الشبيبه كانت اكبر لذلك كانت هذه النتيجه لايك على الفيديو ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق على الضحكه والابتسامه تاع يا ريشان الحمد لله سلام خوتي